استووا استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. سمع الله لمن حمده. Oh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
القاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان ولقيامه والدعاء فيه والعبادة فيه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النيران في شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، هذا رمضان قد ولى. نسأل الله تعالى أن يحيينا إلى رمضان آخر من أجل أن نعبده ونطيعه. أيها الإخوة، قد ولى رمضان واليوم يفرح المؤمن بفطره فرحة أولى، وستكون فرحة أخرى أعظم عند لقاء ربه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده دخلوه في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. يقول صلى الله عليه وسلم نغفر نص حديث صحيح وحديث قدسي، والله سبحانه وتعالى يقام يقام وقيم en leur disant que tous les actes de l'Adam, de l'homme qu'il fait, sont pour lui, sauf le jeûne. Le jeûne est pour moi, c'est-à-dire le jeûne c'est une adoration intime entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu seul qui va évaluer la récompense que mérite le jeûneur. Et vous savez, les jeûneurs vont avoir une porte spécifique pour rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va les honorer le jour du jugement dernier pour leur réserver une entrée spécifique qui est Bab al-Rayyan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans ce hadith l'essentiel du jeûne en disant as-siyam junna. Le jeûne est une protection. Vous devez comprendre cet enseignement que nous devons garder avec nous après le mois de Ramadan. Le jeûne nous a protégés contre le mal. Il nous dit à la fin que as-sa'im, le jeûneur, il a deux joies. La première des joies, c'est lorsqu'il va faire la rupture du jeûne. Certainement, c'est une joie quotidienne, hein, au coucher de soleil, le musulman il va pouvoir rompre son jeûne. Mais aujourd'hui, c'est la plus grande joie, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés d'accomplir tout un mois de jeûne. C'est une grande joie aujourd'hui, pour cette raison que nous fêtons aujourd'hui l'Eid, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés dans cette adoration. Mais le prophète nous dit, il y a une autre grande joie qui nous attend, c'est la joie que nous allons retrouver lorsque le jeûneur retrouve son jeûne et la récompense, la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée le jour du jugement dernier. نسأل الله تعالى أن يجزينا عن صومنا خير الجزاء وأن يجعلنا يوم القيامة من الناجين.
إنه سميع مجيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، هذا رمضان قد ولى، ولكن عاهدنا الله تعالى فيه على الطمع، فلنستمر على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وعلى الصراط المستقيم حتى نلقاه إن شاء الله. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم رمضان est parti, mais notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il reste toujours là. الثبات, il faut rester toujours sur la bonne voie. Voilà le sens de notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal pendant ce jeûne, tout ce mois de jeûne, pour perdurer sur les bonnes œuvres, perdurer sur les bonnes actions, perdurer sur la voie qui nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، يأتينا هذا العيد وأنام الأمة وجراح الأمة من تنزف هنا وهناك، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقع المصائب في أمتنا، وكل مصيبة تقع نقول هذه الأخيرة، وإذا بها تأتي مصائب أخرى. ليمحص الله تعالى الصادقين من الكاذبين، ليمحص الله تعالى عباده. أيها الإخوة، لا يمكن للمسلمين إذا كانوا مؤمنين حقا أن يكونوا متباغضين، ولا أن يكونوا متحاسدين، ولا أن يكونوا متفرقين، لا يمكن. إنما المؤمنون إخوة. إذا وجدت الأمة في فرقة وفي نزاع وصراع، فاعلم أنها قد ابتعدت عن دينها وقد ضعف إيمانها. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين في كل زمان ومكان فيقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقه ثلاثة أيام. لو وقع بينك وبين أخيك خصومة أو خلاف، يعني عندك يوم يومين، في اليوم الثاني ينتهي، لا يحل لا يجوز، حرام عليك أن تهجر أخاك. كيف حالنا اليوم؟ إخواننا في فلسطين الذين يحاصرونهم إخوانهم من المسلمين مع الأسف يعيشون. تعلمون أن الآن في هذا الصيف الحار في غزة ليس عندهم كهرباء إلا ساعتين في النهار، ساعتين في النهار، يعيشون تحت حصار. بأي من هذا الحصار؟ لأننا مع الأسف تعبنا عن ديننا وتوجيه ربنا، فأصبح بأسنا بيننا شديد والعياذ بالله. وترك الأعداء خلاص، المسلمون يأتي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى، voilà la situation dans notre homme qui est dans la discorde, la divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans son hadith sahih: la tabagharu, faut pas avoir de haine les uns vis-à-vis des autres. La tahasadu, pas de jalousie. La tabagharu, ne soyez pas dans la divergence, la discorde. Wa kunu ibadallah ikhwana, soyez les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala frères. Car إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. Il est interdit pour un musulman de couper les relations avec son frère au-delà de trois jours. C'est-à-dire, même s'il y a une différence, ça peut arriver. On peut excuser un jour, deux jours, mais après trois jours, ça devient haram. Interdit أن يقع الهجران بين المسلمين. نحن نرى الآن البلاد المتقدمة يحصل بينات الخلاف. هذه بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، إيش عملوا؟ سكروا عليها الحدود؟ أبداً. هم يختلفون ولكن يختلفون ويتحاورون، لأنهم يعرفون أن لهم
المسلمون يتكلم أحدنا العربية فيفهموا أكثر في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك نتصارع ونتنازع. لماذا؟ لأننا عرض أن يتولى بعضنا بعضا تولى بعضنا أعداء الأمة، فوقع ما وقع في هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يعيد أمتنا إلى الحق وإلى الصراط المبين، ونسأل تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمة المؤمنين على البر والتقوى، إنه سميع مجيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، هذا يوم العيد، يوم التواصل ويوم التغافل، يعني سيجور pour renouer les relations, pour fortifier la fraternité. Il est bien sûr recommandé pendant cette journée de se rendre visite les uns des autres, d'appeler la famille, les proches, de leur souhaiter un bon Eid. Et aussi, il est recommandé, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manifester la joie pendant ce jour-là, de vivre la joie au sein de nos familles, avec nos enfants, pour qu'ils sentent effectivement ce Eid, cette fête qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour le remercier. Nasal Allah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Alhamdulillah, ayyuha al-ikhwa, hadhihi as-sana اجتمع الشمل في عيد الفطر في بداية رمضان ونهايته، وهذا فضل من الله تعالى، ولكن نسأل الله تعالى أن تستمر هذه النعمة. يعني الكونسير اوروبيان دو لا فتوى إلى أنونسي دوبوي لونتون، والحمد لله في ديبو دو موان رمضان سي لو ميم ديبو كو نوز افون كومونسي. إلى أنونسي إيغالمون كو العيد سوا لو ديمونش 25. Il y a plus de raison d'attendre et de laisser les musulmans en suspens. اليوم أيها الإخوة، grâce à الله سبحانه وتعالى et à la science que nous avons, il est possible de connaître préalablement le début du mois de Ramadan et le jour de l'Eid, quelque chose de très important qui va permettre à nos enfants, à nos jeunes, à tout le monde de bien s'organiser, de bien se préparer. Hier, أحد الإخوة en province, il y a ses frères, ses enfants, qui travaillent sur Paris. Il me dit, parce qu'il y avait une hésitation, est-ce que l'Eid c'est dimanche ou lundi, ils ont en fin de compte annulé le retour pour faire l'Eid avec leur famille, parce qu'ils ont craint que si l'Eid est lundi, ils ne peuvent pas car ils travaillent. Pourquoi laissons-nous dans cette incertitude? نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يبصرنا إن شاء الله. ثم أيها الإخوة، قبل الدعاء والختام، نعلم بالنسبة للإخوة الذين يريدون الحج هذا العام أن أخونا الشيخ الشاذلي إمام مسجدنا إن شاء الله سوف يكون على رأس مجموعة وفد للحج. فالإخوة الراغبين في التسجيل يمكن أن يتصلوا بالإخوة هنا في المسجد. Pour ceux qui veulent, Inch'Allah, ils ont l'intention d'accomplir Al-Hajj pour cette année, soyez informés que le Cheikh Chedi, notre imam de notre mosquée, va Inch'Allah diriger un groupe pour aller accomplir Al-Hajj. Je vous remercie Allah de nous accueillir et de nous accueillir. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi baynana wa bayna ma'asina wa min ta'atika ma tubayyiruna bihi jannatika wa min al-yaqin ma tahawwin bihi alayna wa sa'ib ad-dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ij'alhu al-waritha minna wa ij'al fa'rana 'ala man dhalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mabla'a ilmina ولا تسلط علينا أيها المؤمن من لا خافك ولا أرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين. اللهم كن مع عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فك أسرى المأسورين. اللهم فك أسرى أخواننا المأسورين في السجون يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. اللهم نسألك أن ترد عنا كيد الكائدين وعداوة الأعداء.
الشفاء لكل مريض ومبتلى. اللهم انا نسالك في هذا اليوم الشفاء لكل مريض ومبتلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا وجميع موتى المسلمين. اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في ابنائنا. اللهم احفظ ابنائنا وابناء المسلمين من كل سوء. اللهم وفقنا واياهم الى النجاح والفلاح في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى. اللهم ابعدنا عن الشحناء والبغضاء والحسد والتناظر يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع كلمه الامه على الخير يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويهنئ بعضنا بعضا فيقول تقبل الله منا ومنكم. الاخوه الذين لم يصلوا ينتظروا قليلا وتكون الصلاه. وصلت موقعك تفقيه الى قرن الى قيام واخر السنه ان شاء الله.